متابعي على قناة ديسكو أمين تي في، أهلا وسهلا ومرحبا. لقائي في الحلقة هذه التنويه لكل مغربي أو مغربية أن يفتخر لأنه ينتمي لهذا الشعب الكريم المضياف المجاهد المكافح السموح، رغم ضعف برلمانه المنتخبون والحكومة الضعيفة ذات مهزلة لتسيير شؤون المواطن المغربي الذي يمدح بالجميل ولأخلاقه الطيبة في وطني. أهب الله لهذه الأمة المغربية مناظر خلابة من جبال وهضبات وأودية مع بحرين عظيمين، وثغرات للأسف تستغل من مسؤولين في التسيير، فلاحة في المستوى وخيرات كثيرة في أحوال طقس متقلبة تمثل في المغرب الحبيب لأربعة فصول يعيشها في آن واحد. لنستمع إلى شهادات حق الشعب المغربي وما يتمتع به المواطن المغربي الحر عبر العالم بعد الفاصل. نواصل. أحد الناس وجه سؤال لصلاح الدين الأيوبي، ليش أنت أعطيت لهذول الناس المغاربة هذه المنطقة؟ قال لهم أعطيته أنا لمن يحافظون على الثغور وعلى المساجد، هذول أهل ثغور يعني أهل جهاد، فأنا أعطيتهم هذه المناطق حبا مني إلهم وحفظا منهم على المساجد. قبل أسبوعين عملوا في استطلاع كان استطلاع غريب قوي، قالوا يا ترى ما هي أكبر دولة بتخاف منها في العالم؟ بتخاف منها في العالم. يعني بتطلع للشعب الأسباني العادي في الشارع كم أكتر دولة في العالم بتخاف منها؟ كمتوقع يقولوا دولة مثلا زي أمريكا، دولة زي روسيا، دولة زي دولة. قال المغرب 62% من الشعب الأسباني قال المغرب. طب ليه؟ لأن عنده التاريخ القديم، الأندلس 800 سنة إسلام راسخ فيه. فعمره ما ينسي هذه القضية أبدا، عمره ما ينسي هذه القضية. بدينا جولتنا بالدار البيضاء بالانتقال للرباط وشمال المغرب، وجدت أن المغرب متنوع في كل شيء، يوجد تنوع فريد جدا حقيقة يعني. الله. نعم، تنوع سواء تنوع جغرافي، عندك البلد نفسها فيها في نفس الوقت من الشرق إلى الشمال والمغرب إلى الجنوب مختلفة. نعم، أربع فصول في نفس الوقت، عندك شتاء، عندك خريف، عندك ربيع، عندك صيف في نفس الوقت. تنتقل من الشمال إلى الجنوب يكون فصل مختلف تماما، من الشرق إلى الغرب فصل مختلف تماما. وهذا حدث معي شخصيا يعني. وفي نفس الوقت في تنوع في أفراد المجتمع نفسه. نعم. للأسف أنا كل ما يعني أتذكر المغرب أتحسر على واقعنا في غزة. إحنا في غزة نعيش في قالب واحد، كلنا متشابهون 100%، سواء كنا مختلفين سياسيا فكريا ما في فرق اصلا يعني. حدثنا عن طنجة. طنجة مدينة عريقة على مدار التاريخ، كنا نعرف انها في اقصى شمال المغرب، تبعد عن الاندلس تقريبا من 10 كيلو 14 كيلو متر مربع يعني. لا شيء. نعم لا شيء. انت يعني انا يوجد هذا العشاء الفاخر الذي تعشيت مع الاخ عبد اللطيف ومع مع الحبيب الأستاذ طارق وابنته الجميلة تسنيم، جلسنا كنا على ساحل البحر. وفي يعني في نفس المكان كنا على ساحل البحر وخلفنا مباشرة الأندلس، أضواء الأندلس موجودة. الله. نعم، وفي نفس المكان يوجد يعني أربع محميات طبيعية أو أربع مظاهر طبيعية جميلة جدا، كان موجود بحر، الجبل، الغابة، بحر وغابة وجبل. والله أعلم يوجد نهر وشلال. نعم. لا نهر. في شلالات في شفشاون. في شفشاون. نعم. في شفشاون وأشقور. نعم. أنت قاعد في يعني قلت حتى سبحان الله ما هذا الجمال يعني، إذا كان إذا كانت هذه الجنة في الدنيا شيء خيالي. نعم، إيش موجود في الآخرة عن جد يعني ما شاء الله. مكان جميل جدا. من تنوع المغرب اللي ذكرت لك إياه، تنوع الفريد، تنوع الطعام.
الطعام عندهم مختلف تماما عن المشرق وعن باقي دول المغرب العربي. يزينون الطعام بالبرقوق واللوز والمشمش وفي نفس الوقت أنت تتذوق الطعم الحلو مع الطعم المالح أو الحادق يعني. الله. في الطعام نفسه يوجد تنوع. الله. فما ذلك في المجتمع. الله. يعني في الصحن الواحد يوجد مكسرات، يوجد فواكه، يوجد خضروات، يوجد لحوم، شيء جميل وطيب جدا. من أبرز صفات الشعب المغربي ما هي؟ والله هو شعب مضياف، شعب مضياف جدا، شعب كريم، شعب أصيل، يعيش القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها بأدق التفاصيل، وأنت تفتخر وأنت تتجول في المغرب وهذه حقيقة. يعرفون أكثر منا عن القدس بلال؟ أشهد لله هذا واضح، أنا وجدته يذكرون لك أبواب القدس يعددونها، يقول لك أنا لدي حارة في القدس، لدي بابا، باب المغربي والحارة المغربية. نعم، وسأعود يوما ما، ولديهم يقين بإذن الله تعالى أن يعودوا. وعلى مدار التاريخ المغرب معروف بانتمائه العربي وانتمائه الإسلامي، انتمائه للهوية القومية اللي موجودة عندهم. أنا للأمانة كنت أتمنى أن أستمر في الزيارة أكثر. في المغرب التي زرتها كما يبدو زيارة عمل. نعم. يعني أعجبك فيها أكثر شيء من الناحية السياحية وكذا، في دقيقة وأقل. إيش أعجبك؟ أعجبني كرم المغاربة. المغاربة أعتقدهم أكرم شعب عربي. نعم. ولا أستثني المملكة العربية السعودية. كرماء جدا. نعم. الشعب المغربي شعب كريم جدا جدا جدا. فقيره هو يعني إن كان في البرنامج متسع أخبرك عن صنوف كرم المغاربة. المغرب هي أفضل دولة عربية إسلامية على الإطلاق بتحديد بدايات الأشهر الهجرية. كيف باختصار؟ باختصار المغرب ترصد الهلال من ما يزيد عن 200 موقع داخل المملكة المغربية. من متخصصين؟ من لجان رسمية. نعم، لجان رسمية. هذه النقطة المهمة. أولا 200 موقع، ولكن ليسوا من أناس عاديين، هم أناس متخصصين. دمعت عيناي كثيرا في تنقلاتي بين المدن والملاعب والمنشآت الرياضية المغربية. كم كان عزيزا على النفس والعين معا أن أرى في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس ملاعب رائعة لكرة القدم، بينما لا يوجد في مصرنا الأكبر مالا ورجالا وتاريخا ومساحة وحاضرا وماضيا ما يضاهي تلك الملاعب الحديثة والواسعة إلا في مدينتي القاهرة والإسكندرية فقط. حتى مقاعد الصحافة في ملاعب القاهرة والأسكندرية لم تعرف أي تطور أو تقدم، بينما استمتعت كثيرا بالإمكانيات الإعلامية الفائقة في الملاعب المغربية. بالضبط. الاستقبال العظيم من هذا الشعب العظيم. لكنته هذا الشعب العظيم شعب المغرب. من هنا ببعت له بقول لهم انتوا اعظم شعوب الدنيا كلها. ادب واحترام. وقبل الباسط في المطار ورئيس نادي يقول لحسن شحاته يا اعظم يا من شرفت العرب كمدرب، يا اعظم مدربي افريقيا والعالم. حتى رشيد الطوسي رئيس مدير فني للمغرب كلام جميل. حتى رشيد كمان وهو يعلم ان الزمالك عنده حارس مرمى واحد ومخلع واي خبطه فيه مش هيكمل. ينبه لعبته اياكم ان تحتكوا بجنش حارس مرمى الزمالك، لانه يلعب وهو مصاب ولا يوجد حارس بديل. في اخلاقيات كده، في شياكه كده.